السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد، يا رب تكونوا في أفضل حال. تكلمنا في فيديوهات سابقة عن الموكب وتعلمنا كيف نسوي موكب باستخدام الصور في الفوتوشوب، وأيضا تعلمنا كيف نسوي موكب متحرك أو أنيميتد موكب في الفوتوشوب. وفي فيديو ثاني شرحنا طريقة الفيديو موكب في أدوبي بريمير برو، وأكيد تعلمنا طريقة عمل الموكب في موقع كانفا. حطيت لك رابط كل هذه الأربع فيديوهات في الوصف لو تحب ترجع لأي منها. أما لو أول مرة تسمع عن الموكب، هي ببساطة عبارة عن استخدام قالب لعرض الأعمال مثل الهوية والعلامة التجارية مثل الشعارات، بطاقات الأعمال، أكواب، ملابس، تطبيقات جوال، مواقع وغيرها. فبتساعد أنها تعطينا فكرة أو تعطي العميل فكرة عن كيفية ظهور المنتج النهائي. طيب إيش بنتعلم بهذا الفيديو؟ في درس اليوم بنتعلم طريقة إدراج الفيديو الموكب في الفوتوشوب. أول تعلمنا طريقة عمل الفيديو في أدوبي بريمير برو، لكن اليوم بنتعلم في الفوتوشوب بخطوات بسيطة جدا، أبسط بكثير مما تتصور. لو تبحث عن مواقع تنزل منها فيديوهات وصور مجانية تكون تستخدمها كموكب بجودة ممتازة ومجانية بالكامل وبدون حقوق، حطيت لك بعض المواقع الممتازة في الوصف. أما الآن خلونا ننتقل للفوتوشوب ونبدأ الفيديو. أول خطوة بنسويها إنه بنفتح الصورة اللي بنشتغل عليها، أما نضغط على Ctrl O في الفوتوشوب أو إنه نختار من هنا Open أو من File Open، ومن هنا بيكون مكتوب الاختصار لو نسيناه Ctrl O. بعد نروح للملف اللي فيه الفايل اللي فيه الصورة، نختار الصورة ونضغط على Open. تفتح معنا الصورة. الخطوة الأولى اللي بنسويها إنه بنسوي Select للمكان اللي نبغى نحط فيه الفيديو، طبعا على حسب الصورة، يعني بنستخدم أي أداة من أدوات السلكشن في الفوتوشوب، والأدوات كثيرة. ممكن نستخدم لو كانت الألوان مختلفة، ممكن نستخدم السلكت وبعدها نروح من هنا ونختار Color Range، فممكن هذه الأداة تساعدنا لو كانت في اختلاف في الألوان، أو ممكن نستخدم الماركي تول، أو لو كانت مثلا برسبكتيف نستخدم اللاسو تول. هنا ممكن نستخدم الكويك سلكشن تول ونسوي سلكت بهذه الطريقة، كذا سوينا سلكشن. بعدها اللي بنسويه انه بنسوي نيو فيل ادجستمنت لاير. من وين بنروح لللاير؟ ومن هنا من تحت نضغط على هذه الايكون، نفتحها ونختار سوليد كلر، نعبيها باي لون ونضغط على اوكي. بعدها بنروح نضغط على بس على دي عشان نطلع من السلكشن ونختار فيه للموف تول. نروح من هنا لللاير ونختار نضغط عليها في الرايت كليك ونختار كونفرت تو سمارت اوبجكت. بعدها الان بنفتح السمارت اوبجكت ونحط فيه الفيديو، نضغط دبل كليك عليها، ما نضغط دبل كليك على اللاير نفسها لأنه بتفتح معانا اللاير ستايل، لكن بنضغط على نفس الثمنيل اللي هي الصورة المصغرة اللي هنا، بتفتح لنا ملف ثاني. الآن بنسوي دراج للفيديو اللي نبغاه، هنا ناخذ الفيديو ونسحبه بس للملف بهذا الشكل، بيصير عندنا موجود. كل اللي علينا نسويه إن نسوي سيف بليز. بعدها بنروح نشوفه وبيكون على طول موجود عندنا بالشاشة. لكن كيف نشغل هذا الفيديو؟ بنرجع لهذا اللاير وبعدها بنروح لقائمة ويندو، ننزل لتحت ونفتح التايم لاين، بيشتغل عندنا من هنا وبتظهر عندنا قائمة التايم لاين، نختار بس كرييت فيديو تايم لاين. بعد اللي بنسويه لو أول مرة تشتغل على التايم لاين في الفوتوشوب، هو جدا سهل. من هنا ممكن نسوي زوم إن وزوم أوت، من هنا نقدر نشغل الفيديو. ممكن يصير بطيء هنا لأنه ما تسوى له رندر. إحنا اللي بنسويه إنه بنسحب هذا اللاير، نسحبها تكون طول هذا الفيديو عشان تكون نفس الطول ويظهر معانا الفيديو كامل. بعدها بنسوي سيف ونضغط على كنترول دبليو نسكر أو نضغط على كلوز. من هنا ما يكون عندنا الفيديو، نضغط نفس الشيء كرييت فيديو تايم لاين. من هنا نقدر طبعا نضيف اوديو، هنا بيكون الفيديو معنا بس بيشتغل ببطء بس صار بليس للفيديو. ونقدر نضيف اوديو، لو تحب تضيف اوديو تقدر تضيف اوديو بكل بساطة، انه ممكن نجي من هنا ونختار اد اوديو او من هنا من الزائد، وبعدها مثلا نختار هذا الاوديو، حتى لو صار طويل نصغر من هنا وبعدها نسحب ويكون طول الفيديو بهذا الشكل. طبعا تقدر تضيف كذا اوديو، تقدر تحط يعني اشياء ثانيه على الفيديو، طبعا تشتغل عليه باللي يناسبك، لكن هذه الفكره بكل بساطه. طبعا الان نبغى نسوي له رندر او نسوي له اكسبورت، نروح لقائمه فايل بعدها نضغط على اكسبورت، ننزل على تحت نختار رندر فيديو. بعدها بتظهر عندنا هذه القائمه، سمينا اياه بنفس اسم الفايل، ممكن تسميه من هنا الاسم اللي انت تبغى يكون الفيديو اسمه، وتختار الفولدر اللي فيه هذا الفيديو، تختار سيلكت وتختار الملف اللي تبغاه. الاعدادات بتكون تقريبا نفس الشيء، هو بيكون عندك من هنا دوكيومنت سايز، لكن لو حطيت دوكيومنت سايز بيكون عندي كبير مره، فاخترت هذه الكواليتي، بتكون الكواليتي كويسه. كل اللي علينا نسويه الحين ان نضغط على رندر،
نستنى لما يخلص الرندر ونشوف النتيجة النهائية مع بعض. وكذا يكون خلص الإكسبورت، خلونا نشوف نتيجة الفيديو مع بعض. وبكذا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، أتمنى يكون استفدتوا والمعلومات سهلة وواضحة وبسيطة. لا تنسوا زي ما قلت لكم الروابط كل اللي كلمتكم عليها موجودة في الوصف تحت الفيديو. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ولو بالشيء القليل، أقدر دعمك للقناة بالضغط على زر اللايك. ولو تحب تتعلم أكثر اشترك في القناة وفعل الجرس. لو تحب يوصلك إشعار من يوتيوب وقت نزول محتوى جديد على القناة، بنزل فيديو جديد كل نهاية أسبوع. ولو عندك أي سؤال استفسار أو اقتراح، لا تتردد مشاركته في التعليقات تحت الفيديو، برجع لك في أقرب وقت إن شاء الله. وأخيرا وكالعادة أشكرك جزيل الشكر على المشاهدة، وأتمنى لك كل التوفيق والسداد. نلتقي في فيديو الأسبوع القادم، في أمان الله.